اهلا بحضراتكم. زي ما قلنا في المقدمه النهارده الرئيس مبارك ترأس اجتماع مجلس الوزراء بكامل هيئته، كل الوزراء كانوا موجودين بحضور دكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء. الاجتماع كان فيه نقاشات كثيره جدا ومكثفه في كل القضايا اللي بتهم المواطن المصري، استمر لمده 3 ساعات، كل الوزراء كانوا حاضرين. الرئيس مبارك يمكن في هذا الاجتماع كان اهتمامه الاساسي بكل ما يهم المواطن المصري، تعليم، صحه، سكك حديديه، تامين صحي، مشروع التامين الصحي، يعني كل ما يهم المواطن المصري، كل ما يتعلق بحياه المواطن المصري. عده ملاحظات زي ما قلنا برضو انه اخذت على هذا الاجتماع وتم رصدها هو ربط الرئيس مبارك تكليفات السادة الوزراء ببرامجهم بتوقيت وجدول زمني. في بعض الأوقات أعطى شهر أو شهرين لأكثر من وزير لإعطاء تقرير للسيد الرئيس أو للانتهاء من مشكلة ما أو من إعداد مشروع لموضوع ما. الحاجة الثانية المهمة أنه استحواذ القضايا المتعلقة بمصالح الناس على هذا الاجتماع، الربط بين السياسات العامة واستهدافها وبين العائد منها على المواطن المصري. يمكن كمان بعض الآراء قالوا أنه الحاجة المهمة كمان أنه الاجتماع ده بيمثل يعني نوع من بث الحيوية والنشاط وإعادة النشاط للحكومة المصرية وللوزراء. إيه اللي حصل النهاردة؟ توقيت هذا الاجتماع، كل القضايا اللي تمت مناقشتها النهاردة، موضوعات كثيرة وأسئلة يهمنا أن احنا يكون معنا على الهواء الإجابة عليها دكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام وأيضا المحلل السياسي الكبير. أهلا بحضرتك يا دكتور، وكل سنة بحضرتك طيب. صحة والسلام. دكتور عبد المنعم، يمكن حضرتك تابعت زينا هذا الاجتماع الوزاري الكبير اللي استغرق 3 ساعات، يعني حضرتك شايف اجتماع وزاري يترأسه الرئيس مبارك يتم مناقشة كل القضايا أو كل الحقائب الخاصة بكل وزير على حدة، شايف ده في هذا التوقيت يمثل إيه؟ يعني أرى أنه يمثل حاجتين، واحدة نقدر نقول عليها روتينية، بمعنى أنه الرئيس مبارك بيفعل ذلك بشكل دوري كل 3 أشهر، كل مدة زمنية معينة بنجد أنه هو بيقوم مباشرة بأنه يعمل نوع من الجردة مع الوزراء حوالين القضايا المختلفة. الجانب الثاني للموضوع اللي ربما يعني يرتبط بالزمن الآن هو أنه فاضل سنة على الانتخابات الرئاسية، والرئيس مبارك له برنامج رئاسي في حاجات محددة، كذا مدرسة، كذا مسكن، عدد وظائف بهذا العدد، كذا مصنع إلى آخره. فمن الطبيعي انه هو يعني يشوف والله ده كان الهدف، احنا وصلنا لحد فين، ايه المعوقات اللي واقفه ازاء على سبيل المثال البرنامج الرئاسي كان بيتكلم عن 4.5 مليون وظيفة، اللي حصل حتى الآن 3.9 مليون وظيفة، يبقى فاضل 600 ألف، اللي هو رقم مش كبير بالنسبة للسنة اللي فاضلة، لكن أعتقد الرئيس يحب يسأل هنعملها إزاي وهيجوا في أي حتة وأي يوم هيروح القطاع الخاص وأي يوم هيخش القطاع العام. أعتقد أيضا يمكن إلى جانب السببين دول في سبب إن احنا في رمضان، ويحتاج الأمر أحيانا يعني في جميع الناس حتى الناس اللي في مؤسسات عامة وكده بيواجهوا مسألة حالة من التراخي شوية، الناس بتبقى رمضان والعيد، أعتقد الرئيس عايز يدي إحساس إن ما عندناش وقت نضيعه ببساطة شديدة جدا، وإنه في مهام ملحة. هو كرئيس للحزب الوطني عندنا انتخابات بعد كام شهر، إلى جانب بعد كده في انتخابات رئاسية، فمفيش وقت إنه الناس تاخد المود اللي هو يعني يبقى فيه الراحة بالمعنى دوت يعني. فأعتقد بس ده يمكن يعني في خلفية الصورة، إنما الجانب الأساسي هو المراجعة، إيه اللي تم وإيه اللي فاضل. طب تعليق حضرتك يا دكتور على فكرة ربط بعض المشروعات أو بعض القرارات أو بعض الدراسات أو بعض التكليفات من السادة الوزراء بمواعيد محددة، يعني أنه أكثر من وزير تم إعطاء مهلة شهر،
وبعض الوزراء شهرين، يمكن انا ما شفتش 3 شهور يعني. فحضرتك شايف من وجهه نظرك فكره ان السيد الرئيس يحدد للساده الوزراء توقيتات معينه علشان يكون في ردود على موضوعات مفتوحه بقالها شهور ولم يتخذ فيها اي اجراء؟ لا، هو في حدود متابعه الرئيس بيفعل ذلك دائما، يعني دائما بيقول والله كل برنامج يبقى له يعني زي ما بيقولوا اكشن بلان له كذا. انما هو في المراجعه النهارده بعض الوزارات كانت لسه ما حققتش الهدف، او عندها زي ما اتكلمت في التشغيل فضل 600,000 وظيفه، ده هدف زي ما بيقولوا قابل للتحقيق، لكن احيانا بيكون الوزير متاخر. فهنا السؤال متاخر ليه؟ فهنا السؤال محتاجين شهرين او شهر او غيره ان الوزير يقدم تقييم ليه التاخير حادث وكيفيه التغلب عليه وايه اللي هو محتاجه عشان يحقق ده. ما هو احيانا بيكون التاخير لاسباب موضوعيه، يعني التأخير ما حدثش نتيجة تراخي أو نتيجة شيء، وإنما في أمور كثيرة بتاخد أوقات دراسات طويلة بتعرضيها على بيوت خبرة، في لحظة معينة ما بيبقاش في إيدك الوقت ده، بالذات في بعض حاجات لها علاقة مشروع التأمين الصحي. مشروع التأمين الصحي ده احنا بنتكلم عنه بقاله كتير، واعتقد السيد الرئيس طلب من الدكتور حاتم الجبلي في هذا الاجتماع يعني انه يقدم اسباب ليه ما تمش لحد دلوقتي، في نفس الوقت ايه الحاجات اللي ممكن تخليه يتم بسرعه. يعني هيك شايف ليه مشروع زي ده ممكن يكون اتاخر؟ مش سهل، مش يعني انك انت تعملي تأمين صحي على مجتمع زي مصر ب 84 مليون مش مسألة سهلة، الى جانب انه في اوضاع قائمة بالفعل بالنسبة لمؤسسات عامة، بالنسبة لمؤسسات خاصة، بالنسبة لمستشفيات، حاجات من هذا القبيل. لما بتتكلمي على التأمين الصحي معناها ان الناس تدفع مقابل الخدمة. طيب لو قلنا انه في ناس مش هتدفع، يعني احنا علينا نعرف ان مشروع الرعاية الصحية بتاع الولايات المتحدة الامريكية، انا شخصيا كنت طالب في امريكا سنة 77 وكان بيتناقش من 77 ولم يقرر الا هذا العام في سنة 2010 بعض القضايا. ليه؟ لانه عنده 47 مليون واحد لا تشملهم مظلة التأمين الصحي في الولايات المتحدة. طب دلوقتي هنا الناس اللي مش هيقدروا يوفروا يبقى معنى كده هنعمل ايه؟ ويمكن الوزير الجبلي يبقى عنده يعني تفسيرات اكتر في هذا المجال، لكن هو الامر فيه من التعقيد اكتر. انا لما كان اول ما توليت في مؤسسة الاهرام وفكرت ان احنا ننقل من النظام الحالي الى نظام تأمين صحي للمؤسسة كان في مقاومة رهيبة، وحتى الآن الناس غير مقتنعة، الناس دايما عايزة النظام، خايفة من حاجة جديدة وعايزة تبقى ماشية مع اللي عارفاه ولا مفيش ثقة، ولا هي شايفة انه مفيش ثقة، يعني الناس مش واثقة. ممكن يكون سببه عدم الثقة، انه هو لو الحاجة الجديدة ممكن باستمرار تكون أسوأ، بتحتاج الى بناء ثقة. فلو الثقة هو المشكلة يبقى علينا نبني الثقة. لو التكلفة هي المشكلة، واحيانا التكلفة، لانه التامين الصحي مكلف، انت مش عايزه تعملي تامين صحي عشان الناس صحتها تبقى اقل، انما عشان صحتها تبقى احسن بالزبط. وانها تحصل على خدمه افضل مما تحصل عليه الان. الاسباب الفنيه لذلك يعرفها طبعا الوزير او يعني المتخصصين. طبعا قبل ما ندخل مع حضرتك على المحاور اللي تم مناقشتها النهارده، يعني ما معنى ان يراس رئيس الجمهوريه اجتماع لمجلس الوزراء؟ هو طبعا في المعنى الدستوري للكلمة، وأن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية أيضا، يعني إلى جانب القائد الأعلى للقوات المسلحة وعدد من الوظائف المحددة له دستوريا، لكن هو رئيس السلطة التنفيذية، وبالتالي هو بهذا المعنى حضر أو يحضر ويرأس اجتماعات مجلس الوزراء. لكن بيبقى عندك هنا بقى ثقة للرئيس مبارك، سواء بالمعنى التاريخي للكلمة انه يعني له معنى تاريخي، او بالمعنى الدستوري للكلمة، ايهما يعني. لكن ايضا لانه البرنامج برنامجه، يعني البرنامج الرئاسي اللي هو وضعه للوزارة منوط بها لما كان لها خطاب تكليف انها تنفذ هذا البرنامج. ولا الناس ممكن تقول برضو انه في حاجات ممكن ما تتنفس، يعني تتنفس على مهلها الا لو تدخل الرئيس مبارك بتتنفس بسرعه.
ده ممكن يكون يدور في يعني لو ده يعني. حادث يعني يمكن ما اعتقدش ان الرئيس مبارك يحب دي يعني يفترض انه الوزاره وزاره بتقوم بعمليه التنفيذ والتطبيق لبرنامج رئيس الجمهوريه والا لا تصلح انها تكون وزاره. ما اعتقدش ان هي دي القضيه، القضيه هي انه الرئيس هنا زي ما قلنا عايز يعرف ليه الموضوع. لو في امور احيانا بيحتاج الوزراء لقرارات رئاسيه لانها مرتبطه بموارد، يعني بمعنى انه لو انه وزير تاخر في تنفيذ البرنامج الرئاسي لاسباب ماليه فهنا بيحتاج الامر تفاوض مع هنا اللي بيقدر يحدد احيانا النقل من بنود معينه في الميزانيه الى بنود اخرى يحتاج الامر لتدخل الرئيس وقرار من الرئيس مبارك طبعا. يمكن